تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها. وعلى مدار أسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمني. ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 7104 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1416 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات بلغت 9613 أرجيلة، إضافة إلى غلق 4322 محلا مخالفا لقرار مواعيد الغلق. كما تم ضبط عدد 93937 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 93126 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 811 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 8720 قضية تموينية متنوعة، من بينها 167 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 583 اسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم فيها ب 78705 جنيها، وضبط 17 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 146232 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى 8536 قضية تمونية بمضبوطات وزنت أكثر من 1081 طن سلع غذائية وتموينية، من بينها قرابة 327.5 طن سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأكثر من 47 طن سلع تموينية مدعمة لبيعها في السوق السوداء. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 243290 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 37412 مخالفة تجاوز للسرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 6198 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 494 سائقا منهم. كما تم المرور على 188 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 427 من سائقي حافلات المدارس، تبين إيجابية 3 سائقين منهم. كما تم فحص 954 حافلة مدارس، تبين مخالفة 238 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 2629 قضية ومخالفة في مجالات حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 81975 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 60692155 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1800 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة بقيمة مالية بلغت أكثر من 13,988,145,000 جنيه مصري، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها. جهود أمنية تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لفرض سيادة القانون وضبط الجرائم المختلفة وحفظ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.